بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن فرغنا من الكلام على الآيات من قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم إلى قوله تعالى عن بني إسرائيل ما إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، نريد في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله أن نأخذ ما تفيده أو شيئا مما تفيده هذه الآيات من أحكام وفوائد. فيؤخذ من هذه الآيات مشروعية ذكر القصص الصحيحة للاعتبار بها والاتعاظ بها، وفي ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ذكر ما جرى لبني إسرائيل وهو لم يعاصرهم، وبينه وبين ذلك مدة أو مدد طويلة، لكنه يخبر بذلك عن طريق الوحي المنزل عليه حتى كأنه يشاهده وهم لا ينكرونه ولا يقدرون على إنكاره لثبوت ذلك واعترافهم به. فهذا فيه معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أنه لا يقبل من القصص إلا ما كان حقا ثابتا، وأما القصص المكذوبة أو التي لا تعلم صحتها هذه لا تجوز روايتها وذكرها وإشغال الناس بها. ويؤخذ من هذه الآيات بيان أسباب القبول، وأسباب القبول هي تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، إنما يتقبل الله من المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. أما غير المتقين فإن الله لا يتقبل منهم، ففي هذا الحث على تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، وأنها سبب لقبول الأعمال الصالحة. وكما هو معلوم أن العمل إنما يتقبل بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فلا يكون فيه شرك، والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن قبول العمل له أسباب ورد العمل له أسباب من قبل العامل، فعليه أن يعمل أسباب القبول ويتجنب أسباب الرد. ومن أسباب الرد البدعة، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمهما أتعب الإنسان نفسه في العمل إذا كان على غير السنة فإنه مردود عليه لا يقبله الله منه، كما أنه مهما أتعب الإنسان نفسه في العمل ولم يخلص لله تعالى فيه فإنه مردود عليه، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا فيه الحصر بإنما.
ويؤخذ من هذه الآيات التحذير من الحسد، وأنه يؤدي إلى ارتكاب الجرائم العظيمة، يؤدي إلى الكفر، كما حصل من بني إسرائيل لما حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم فكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله إليهم، حملهم الحسد على الكفر. وكذلك الحسد يحمل على قتل النفوس وسفك الدماء، كما حصل لابن آدم في هذه القصة العظيمة. وفي هذه الآيات مشروعية كف اليد عن الدفاع عن النفس في الفتنة، فإذا كان وقت فتنة بين المسلمين فالأحسن للإنسان ألا يدافع عن نفسه ولو قتل من أجل حقن الدماء، كما حصل من أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه كف عن قتل المعتدين عليه حتى قتلوه رضي الله عنه. فإذا كان الوقت وقت فتنة وقتال بين المسلمين فالمسلم يكف يده، وحتى لا يدافع عن نفسه إذا أريد قتله. أما في غير الفتنة فإن الإنسان يدافع عن نفسه وعن ماله وعن حرمته بما يردع الصائل ويكفه عنه. ويؤخذ من هذه الآيات فضيلة الخوف من الله وبيان ثمرته، لأن ابن آدم المقتول إنما فعل ذلك ولم يقتل أخاه لأنه يخاف الله، قال إن ولئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يؤخذ من هذه الآيات ما في قتل النفس بغير حق من الإثم العظيم، لأن الله جل وعلا قال أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فيكون إثمه كإثم من قتل جميع الناس، لأنه سن القتل وجرأ الناس على سفك الدماء اقتداء به. وقد جاء في الحديث الصحيح ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول قسط من دمها، لأنه أول من سن القتل. وفي الحديث أيضا من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها، ولهذا قال له أخوه القتيل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، بإثم قتلي وإثم أعمالك السيئة، فيجتمع عليك آثام كثيرة، كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ويؤخذ من هذه الآيات أن القاتل بغير حق متوعد بالنار فتكون من أصحاب النار، فالقتل كبيرة من أعظم الكبائر يوجب دخول النار، كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن دخوله النار إنما هو مؤقت، ليس مخلدا فيها أبد الآباد مثل الكفار، فالقتل معصية وكبيرة لكنه دون الشرك، وهو قابل للعفو من الله، وإذا عذب فإنه
لا يخلد في النار، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقوله ما دون ذلك يدخل فيه قتل النفس بغير حق، فإنه دون الشرك، فيدخل في آيات الوعيد. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.